السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محترف الجيتور، وشكرا على تعليقاتكم والاشتراك في القناة، وإن شاء الله مع بعض نحترف الجيتور كلنا، بفضل الكومنتات اللي بتيجي منكم والتعليقات والأسئلة احنا كلنا نعرف أكتر وبنجاوب على بعض، اللي بيعرف الإجابة بيجاوب على التاني وبنساعد بعض كلنا. خليك محترف جيتور وتفاعل مع القناة ويشارك دايما معنا. النهارده هنتكلم على التنبيه اللي بيجي لما بتزيد السرعه عن السرعه القصوى للطريق. بعد ما بنعدي السرعه ديت بيجي لنا تنبيه، فاذا كان الطريق مثلا السرعه 100 كيلو متر في الساعه اقصى حاجه، بيجي التنبيه بعد 100. اذا السرعه 120 بيجي 120، بس طبعا هو ما بيجيش لوحده، احنا لازم نظبط السرعة القصوى علشان يعرف السرعة القصوى اللي هيجي عندها. دلوقتي احنا عندنا 120، ده التنبيه اللي بيجي قدامنا، بيجي صوت وصورة زي ما شفتوا، وهنقول لكم ازاي نقدر نظبط السرعة ديت، اما نخليها 120 او 100 او حسب الطريق. في خلال الفاصل لو سمحتوا الاخوة اللي مش مشتركين في القناة وبيتابعونا، يا ريت تشتركوا في القناة تدعموا القناة، وفي نفس الوقت دوسوا على علامة الجرس علشان يجيلكوا تنبيه لما كل فيديو جديد بيتعمل. احنا بننزل فيديوهات جديدة تقريبا اسبوعيا او مرتين في الاسبوع. لاحظت ان بعض المشاهدين ما بيتفرجوش على الحلقة للاخر. الحلقة بتاعتي مختلفة عن كل الحلقات، ان انا مش بملاها حشو كلام علشان تعمل وقت على اليوتيوب. الحلقة كلها معلومات مفيدة وبقولها باختصار. يا ريت اللي ما اتفرجش على الحلقة للاخر يتفرج عليها علشان هتفوت عليه معلومات كتيرة ومعلومات مهمة. وأحب أن تتابعوا الحلقات باستمرار علشان فيها بنجاوب على الأسئلة بتاعتكم، وكمان في الحلقات بنقدم المعلومات المفيدة باختصار. دلوقتي بعد ما رجعنا بعد الفاصل هوريكم ازاي تغيروا السرعة القصوى للعربية اللي بيجي عليها التنبيه. الطريقة سهلة جدا. هنيجي هنا على الدريكسيون وهنيجي على زرار الهوم، هنا هندوس عليه، هتظهر عندنا الشاشة دي. لو اختفت هندوس عليها مرة تاني، وبعدين هنيجي بالماوس هنا التاتش، هنحرك لغاية ما نيجي على علامة الترس اللي هي السيتنج، هندوس عليها على الماوس، وبعدين هنلاقي عندنا كلمة الارم متعلمة جاهز، هي دي اللي بنغير من عندها، هندوس عليها. فهنا السرعة القصوى متحددة على هنا السرعة القصوى متحددة على 120. لو عايزين نغيرها نقللها او نزودها، بنيجي على الماوس تاتش هنا وبنحرك صباعنا هنا، هي بتتحرك معانا هي لتحت، او بنحركها لفوق، بنحدد السرعة اللي احنا عايزينها. بعد ما بنحدد السرعة بنسيبها شوية، هي بتختفي لوحدها وخلاص، السرعة اتثبتت كده على 120. هي دي الطريقة اللي احنا بنغير من عندها السرعة القصوى في العربية. أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم، وأرجو من الأخوة المتابعين الذين لم يشتركوا أن يشتركوا الآن، وفي انتظار تعليقاتكم. شكرا لحسن المتابعة، وأرجو أن تكون الحلقة عجبتكم، ونراكم في حلقات أخرى إن شاء الله.